النهارده اليوم بيتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، وهو يوم خصصته الأمم المتحدة للاحتفال به كل 11 فبراير في العام أو كل عام، وده احتفاء واحتفالا بدور المرأة والفتاة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. الحقيقة أنه في اليوم ده مهم جدا أن احنا نسلط الضوء ونشير لنماذج مصرية وسيدات مصريات أثبتن الكفاءة العلمية الكبيرة وتم تكريمهن من جانب الدولة والعديد من المؤسسات الدولية على نجاحاتهن وأبحاثهن العلمية. من النماذج دي الدكتورة نجوى عبد المجيد، أستاذ الوراثة البشرية والحاصلة على جائزة لوريال واليونسكو للعلوم من قبل، وأيضا الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية عام 2017 في العلوم المتقدمة اللي بتخدم العلوم الطبية. معانا عبر الهاتف الدكتورة نجوى. مساء الخير وأهلا بيك يا دكتورة، طبعا سعداء ونتشرف أنك معانا النهاردة، كل سنة وانت طيبة. وخلينا نبدأ من الحاضر والمستقبل، إيه الجديد لدى العالمة المصرية من أبحاث لخدمة البشرية؟ أهلا وسهلا، وشرفني جدا أني أكون معاكم. أهلا بحضرتك في هذا اليوم العظيم للمرأة. أنا يعني لو اتكلمنا على آخر الأبحاث، هو بحث بعمله على مرض التوحد على فيتامين د، لأن مرض التوحد بيمتاز أنه له علاقة بالتغذية شديدة، يعني بتتحسن السلوكيات بتاعته مع الغذاء الصح. فبعد البحث لقينا أن فيتامين د ناقص عند الأطفال معظمهم، فبدينا نصنع فيتامين د بصياغه نانومتريه للفيتامين، بحيث ان احنا نحسن ثباته وتوافره الحيوي. يعني ايه؟ يعني قبل كده الفيتامين د اللي بناخده بالبق ده بيحصله تاكسد، وكمان بيحصل له ذوبانه في الماء محدود، فالتوافر الحيوي بتاعه بيكون محدود. لكن بعد ما عملنا بطريقة النانومترية طبعا مع الصيادلة زملائنا في المركز القومي للبحوث، حصل تحسن شديد بكميات بسيطة جدا من الفيتامين، فنمنع التوكسيستي أو نمنع التسمم، وعن طريق الفم الطفل بياخده بمنتهى البساطة. وكمان حطينا له أنواع من الروائح اللي تخلي يحب إنه ياخده، لأن أطفال التوحد بيبقى عندهم يعني مشاكل شوية في الأكل. وقدمنا كمان براءة اختراع، والحمد لله يعني في سبيلها إلى القبول، لكن لسه ما خدناش القبول النهائي. طيب حضرتك يا دكتورة ليكي مقولة مهمة جدا في واحد من حواراتك الصحفية، بتقولي فيه إن الوصول إلى التكريم العالمي لا يتطلب الدراسة خارج مصر، يعني فسري لنا أكتر المقولة دي، وإيه اللي وصلك يعني لهذا، خلينا نقول إيه، لهذا المفهوم؟ والله هو ده اللي حصل معايا. أنا دراستي كلها في مصر، الماجستير والدكتوراه وطبعا بكالوريوس الطب كله في مصر، لكن كنت مداومة على إني أروح مؤتمرات وأقابل ناس ونبتدي نتعامل مع الجهة الأوروبية أو الأمريكان، وعملنا أبحاث كتير وعملنا مشاريع كتير، فبدأت نتبادل الثقة. فده يعني هيأ لي فرصة إن أنا أطلع للمجتمع العالمي أكتر، من إني حتى لو كنتش يعني مش مهم إن أنا أكون واخدة الشهادة من بره، لكن إنجازات العمل اللي عملناها طلعتنا للمستوى ده وخلتنا الحمد لله ناخد جوائز. حتى أنا لسه واخدة جائزة قريب من عبد الحميد شومان في الأردن على البلاد العربية كلها لعمل في مرض التوحد، أخذت جائزة وكنت المرأة الوحيدة اللي خدت الجائزة دي في هذا الاحتفال. نعم، بتشوفي إزاي بالمناسبة توجه الدولة يعني نحو الكشف عن الأمراض الوراثية وحماية الأطفال منها؟ الكشف عن الأمراض الوراثية طبعا يعني الحقيقة مهم جدا. ليه؟ لأن في أمراض وراثية ممكن تتعالج وهم صغيرين، فلو كشفنا عليها بدري ممكن نعالجها ونمنع حدوث طفل معاق.
الحاجة التانية كمان في مثلا زي مرض مثلا نقص السمع الوراثي، الطفل لما بيتولد ما بيكونش بيسمع ويتعامل على انه متخلف. ليه؟ لانه مش بيبقى قادر يفهم اللي قصاده فيقولوا لا ده مخه في حاجه، لكن هي المشكله كلها في السمع. فاذا الكشف البدري اللي الدوله عاملاه دلوقتي على كل الاطفال دي منهجيه جميله جدا ومنظومه، يعني انا بحييها لانها هتقلل من كميات الاطفال اللي عندهم اصابات وتعالج اللي عندهم اصابات بدري، فكل ده بيساعد المجتمع انه يرفع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة نجوى عبد المجيد، أستاذ الوراثة البشرية والحاصلة على جائزة لوريال واليونسكو للعلوم، وأيضا الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في عام 2017 في العلوم المتقدمة. شكرا جزيلا لحضرتك.